عمون عمون أيوان روح حرك طالعة يلا كلام كبير كلام كبير بدون تفكير حصل إيه يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير امشي يلا والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتي شهادة يا ستة ترفي ورطي شو كذب كتير والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتي شهادة يا ستة ترفي ورطي شو كذب كتير كلام كبير بدون تفكير كلام كبير بدون تفكير شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة. أهلا وسهلا فيكم في حلقة جديدة من برنامج كلام كبير. اليوم حلقتنا كتير سهلة عن قصر العظم اللي موجود بسوريا بدمشق. تابعونا خلينا نشوف كيف عرفوه ولا لا. هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتي شهادة يا ستة ترفي. محمد موضوع حلقتنا اليوم عن قصر العظم. تعرفوا قصر العظم؟ شوي سمعت عنه. شو سمعت عنه؟ سمعت عنه إنه مصنوع من العظم. هو بأي دولة موجود؟ بأستراليا بروسيا بموسكو بالصين وهو آثار جميل بالنسبة للسياح بس مو قصر العظم تحديدا إنه هم الناس لما بيموتوا بيصيروا عظم وبتعرفوا هم عشان هيك سموه قصر العظم أظن لأنه مصنوع من العظم يعني أنا بعرف في أسباب تانية شو الأسباب تانية اللي سموه قصر العظم؟ لأنه يعني بيجي عليه زوار وبشرح لهم يعني بيعمل معهم دورات انه كيف استخرج العظم انه اكتشف عظم ديناصور عظم حيوان هذا قصر العظم هو مكان اثري وبرضه هو من الاف السنين وانه هو كتير بيجوا سياح عشان يشوفوه يعني سموه قصر العظم لانه جواته اثار من العظم يعني الاشياء اللي جواته من العظم واللي اسسه عائلته من العظم او اسم العظم متى انبنى في قديم الزمان المعلم هذا برجع اصوله عربيه ولا استراليه ولا اجنبيه لا هو اجنبيه مين بنى مش معروف وين شفتي او وين سمعت عنه على التلفزيون وعلى النت قرات عنه وين بكتاب شو اسم الكتاب العظم شو المعلومات العامه اللي بتعرفيها عن قصر العظم إنه يمكن ما في عظم في معالم أثرية يعني جديدة يمكن ما حد يمكن اكتشفها يمكن هم اكتشفوها جديد فحبوا إنه يسموه هيك إشي أثر على السياحة أثر على الاقتصاد بشكل إيجابي أو سلبي هو أثره إيجابي لأنه من ناحية الاقتصاد السياح لما يروح هناك بيشتروا يعني صور شغلات تذكارية فيعني رفع من مستواهم الاقتصادي والسياحة يصير يجي عليهم ناس كتير شو اسم الكاتب؟ صفحة العظم شو اسم المطبعة اللي نشرت؟ أباظن والتجارة طيب تمام انت بتقرأ الكتب كثير يعني انت مثقف ما شاء الله قصر العظم قصر العظم موجود بسوريا بدمشق يعني أجوبة خيالية أجوبة رهيبة بصراحة عمون عمون أيوان روح حرك طالعة يلا كلام كبير كلام كبير بدون تفكير حصل إيه يا راجل أخطبوط خلينا نشوف شو معلومات الأطفال عنه تابعونا امشي يلا والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير لا تحكي وتفتي شهادة سام موضوعنا اليوم عن الأخطبوط شو بتعرف عنه؟ كم رجل عنده؟ 8 كم إيد؟ 8 يعني 16 رجل وإيد صح؟ بتعرف عنه؟ إنه له 8 أرجل و8 إيدين بطلع حبر لما يعصب طب مين حكاك 8 أرجل و8 إيدين يعني إذا أنت سمعتها من حد حكاها قبلك بكون ضروري يكون صح؟ لأنه جدي بفتح نشر أبو ظبي فأنا عرفت المعلومة وعنده 8 أرجل وعنده 5 إيدين حكي شو كان هو صغير الأخطبوط؟ كان عنكبوت وإله 8 أرجل 8 إيدين أخطبوط شو كان قبل ما يصير أخطبوط؟ عنكبوت وعنده 6 مخالب الأخطبوط شو كان هو صغير؟ عنكبوت بعدين المرحلة الثانية شو صار؟ أخطبوط صغير بعدين أخطبوط كبير بالابتدائية أخطبوط طيب بالمتوسطة أخطبوط متوسطة طيب بالثانوية أخطبوط طيب بالجامعة أخطبوط KG1 أخطبوط هلأ الأخطبوط شو كان هو صغير؟ عنكبوت ولا شيء بيكون في أخطبوط كبير بولد أخطبوط صغير الأخطبوط الصغير بيكبر 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 بصير زي شنو نوعية الحبر اللي بيطلعه الأخطبوط لما يعصب؟ بنكتب فيه كيف نكتب فيه؟
بالإيدين. لا أنت يعني نستخدمه بالدراسة وهيك هذا حبر تبع أخطبوط؟ شو بتعرف عنه؟ بعرف إنه بغير ألوان وكمان بيطلع حبر. شو لون الحبر؟ أزرق. وأحيانا بيطلع أحمر؟ يعني لما يكون مثلا عنده تصحيح وراء شو بيطلع لون الحبر؟ أحمر. طيب شو الحبر هذا بيساوي؟ بنستعمله مشان نكتب فيه. بطلق بعرف إنه بطلق حبر لما يعصب. شو استخدامات حبر الأخطبوط؟ بنكتب فيه، بنعمل فيات كيف الجرايد طباعة وكلياتها حبر. شو اسم مرت الأخطبوط؟ أخطبوطة. وهيك أعزائي المشاهدين وصلنا نهاية حلقتنا اليوم اللي بخصوص الأخطبوط. كل شي سمعتوه أو معظم اللي سمعتوه غلط. إلى اللقاء. عمون عمون أيوان روح حرك طالعة يلا. كلام كبير كلام كبير بدون تفكير. حصل يا راجل كلام كبير يا عم بدون تفكير. امشي يلا. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير. لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. والشمالك هدي بالك احكي لحالك يعني خطير. لا تحكي وتفتش وهذا يا ستة ترفي ورطش وكذب كتير. كلام كبير بدون تفكير. كلام كبير بدون تفكير. شون الوضع؟ والله يا سنايدي تراها خربانة مرة.